يا هلا والله، السلام عليكم، صلوا على النبي. اليوم عندنا دعوة إفطار بدعوة من شركة مازيراتي. طبعا بحكم انها مازيراتي علامة فاخرة، فعزمونا على مكان فاخر ومكان تو فاتح، اللي هو نادي اليخوت. بس ايش؟ مطعم المجلس. هذا المطعم قبل كم يوم افتتح، محظوظين اننا نجرب هذا المطعم. نفس الوقت قلت ليش ما اصور لكم المكان هذا، خاصة لمتابعيني في اليوتيوب. فحاب اصور لكم المكان، مرافق المكان وخدمات المكان الى اخره. طبعا مطعم المجلس له مدخل خاص زي ما انتم شايفين، تمشون على طول، ما تروحون جهة بروميناد، لا شوفوا زي كذا بيجيكم آخر شيء. بوريكم الآن المبنى. شايفين المبنى هذا؟ هو هذا المبنى. السلام عليكم، دعوة مازيراتي. انا متاخر يا دوب بلحق الافطار، فبالتالي لا ركبت مايك ولا شيء، فالمعذره على الازعاج صوت الهواء كذا. هنا سيارات مازيراتي، وشوف الاطلاله كيف. هناك البروميناد والنادي اليخوت وكل شيء، وهنا المجلس، مطعم المجلس في المنطقه هذه. شوف ام سي 20، يا سلام ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافيه. الدور الاول. طيب بسم الله. مبدئياً المدخل فخم، وهنا استقبلكم بالبخور والروائح الطيبة، يا سلام. طيب اوكي بسم الله. قال في مصعد او تطلع برجولك، قلت اطلع برجولي خليني الحق انا متأخر. بس ما شاء الله المكان مرتب جميل. بسم الله. اتوقع انا اول اخر واحد واصل المكان. اوكي يمين يسار، والله ما ادري. وين الحلا اخر شيء؟ والله معليش التغطيه مش ولا بد، لكن اجتهاد شخص لا اكثر ولا اقل. احنا معزومين هنا والوقت ضيق، وان شاء الله انكم تستمتعوا. معليش صوت الهواء مره. شوف ابو لوك اول ما جاء على طول جاب لي الصحن، فزعة يا أخي. في طبخ لايف، المقبلات والأشياء كلها. وشوف الإطلالة هنا. طيب شوفوا المكان كيف رايق جدا جدا جدا. أهم شيء الإضاءة، الجو حلو يعني ما في رطوبة. طيب وصلت المكان، بس في ناس وكذا خصوصية، لكن عندنا أهم شيء الموية موجودة. خلينا نفطر. ما أدري هو هذا، لا شكلي داخل غلط. اوكي يمين يسار، ايش في مدير؟ طيب اوكي بسم الله. قال في مصعد او تطلع برجولك، قلت اطلع برجولي خليني الحق انا متاخر. بس ما شاء الله المكان مرتب جميل. اتوقع انا اول اخر واحد واصل المكان. شوف ام سي 20، يا سلام ما شاء الله تبارك الله. هذا يعطيك العافيه. الدور الاول. طيب بسم الله. مبدئيا المدخل فخم، وهنا استقبلكم بالبخور والروائح الطيبه، يا سلام. ان شاء الله لو كان في وقت كافي كان جيت بدري اكثر. انا متاخر يا دوب بلحق الافطار، فبالتالي لا ركبت مايك ولا شيء، فالمعذره على الازعاج صوت الهواء كذا. هنا سيارات مازيراتي،
شوف الإطلالة كيف. هناك البروميناد والنادي اليخوت وكل شيء، وهنا المجلس، مطعم المجلس في المنطقة هذه. ما أدري هو هذا، لا شكلي داخل غلط. طيب وصلت المكان، بس في ناس وكذا خصوصية، لكن عندنا أهم شيء الموية موجودة، خلينا نفطر. طيب شوفوا المكان كيف، رايق جدا جدا جدا، أهم شيء الإضاءة، الجو حلو يعني ما في رطوبة. وشوف الإطلالة هنا، وشوف أبو لوك أول ما جاء على طول جاب لي الصحن، فزعة يا أخي. في طبخ لايف، المقبلات والأشياء دي كلها. معليش صوت الهواء مرة، والله ما أدري. وين الحلا آخر شيء؟ والله معليش التغطية مش ولا بد، لكن اجتهاد شخص لا أكثر ولا أقل. إحنا معزومين هنا والوقت ضيق، وإن شاء الله أنكم تستمتعوا.